ساءوا الفتيات في إقليم كردستان بفضل البيئة المحفزة التي كانت لهم الداعم الرئيسي في ممارسات الرياضات المختلفة وفي تحقيق طموحاتهن بالتميز فيها. وتلعب الأسر الدور المهم في دعم الرياضات النسوية في الإقليم، بحيث تتيح هامشا من الحرية لبناتها في اختيار الرياضة التي تناسبهن، وتدعمهن عائلاتهن كما المجتمع في تحقيق التميز والنجاح على المستويين المحلي والدولي. حيث يعول المنتخب العراقي النساء للدراجات الهوائية في تحقيق نتائج جيدة في البطولات العالمية على لاعبات من إقليم كردستان بفضل ما يتوافر في هذا الإقليم من تجهيزات ومدربين أصحاب خبرة، ويضم هذا المنتخب 5 رياضات من بينهن 3 من كردستان. وسمح توافر أماكن ومسارات ملائمة للتدريب ووجود مدربين من ذوي الخبرة والكفاءة في هذا الإقليم بازدهار ونمو سريع لهذه الرياضة في صفوف النساء. أما في المحافظات 15 الأخرى في البلاد، فالرياضة النسائية موجودة لكنها تواجه صعوبات في إيجاد التمويل والحصول على التجهيزات وفي توفر الرياضات. وتطورت الرياضات النسائية في كردستان لأسباب عديدة، أبرزها هامش الحرية الواسع وتشجيع الأسر والعائلات لبناتها على ممارسة الرياضة. هناك انفتاح نسوي كبير على الرياضة في محافظات الإقليم مقارنة مع مناطق جنوب العراق، وحتى فريق كرة الطائرة النسوية تطور بشكل كبير، فكل شيء يتوفر هنا للاعبات، قاعات حديثة واهتمام من قبل الأندية فضلا عن المدربين ذوي الخبرة. ونتيجة لذلك تحقق الرياضة في كردستان نتائج جيدة في المسابقات الوطنية والدولية، وغالبا ما يتم استدعاء لاعبات كرة الطائرة من نادي أكاد إلى المنتخب الوطني لتمثيل العراق في مسابقات خارجية. وخلال البطولة العربية للدراجات الهوائية التي نظمت في الجزائر في أيلول سبتمبر الماضي، حققت العراقيات برونزية سباق البدل بفضل فريق ضم 3 كردستانيات من أصل 4. وقد حصدت هدير نعمة ميدالية برونزية في سباق ضد الساعة، ومصدر رفيق ميدالية فضية في السباق الفردي. إن وجود القاعات الرياضية المتطورة العائدة إلى الأندية في إقليم كردستان فضلاً عن تمتع تلك الأندية بملحقات ومنشآت يجعلانها أندية متكاملة حتى على الجانب الترفيهي وليس الرياضي فقط، ويجعلانها أماكن تجمع للعائلات. شارك 11 نادياً من كردستان من أصل 15 في بطولة نسوية للكرة الطائرة أقامتها وزارة الشباب والرياضة العراقية، وهذا يعكس ازدهار الرياضات النسوية في مدن الإقليم. وللعلم، فقد أحرز الفريق العراقي لكرة القدم داخل الصالات للسيدات كأس بطولة غرب آسيا التي أقيمت مؤخرا في المملكة العربية السعودية بفضل مشاركة أكثر من 5 لاعبات من إقليم كردستان في ذلك الفريق. وبعد الحصول على الكأس قامت اللاعبات الفائزات بالرقص وعقدوا حلقات الدبكة الكردية المعروفة والتي تناقلتها وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشكل كبير. كما حصلت اللاعبة الكردية شوخان نور الدين على لقب أفضل لاعبة في تلك البطولة.